ولكن كيف انعكست تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على الدول المصدرة للسلاح إلى أوكرانيا؟ نبدأ من بريطانيا، تصدر السلاح إلى أوكرانيا. تسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في العالم وانقطاع سلاسل التوريد بمعدلات تضخم كبيرة. كشفت الأرقام الرسمية الأربعاء 18 من مايو أن التضخم في بريطانيا ارتفع إلى أعلى مستوى في 40 عاما عند 9% في أبريل مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، ما أدى إلى تصعيد أزمة تكلفة المعيشة في البلاد. أسعار البنزين والديزل وصلت إلى مستويات قياسية في بريطانيا وارتفعت بأكثر من 35% هذا العام. الحرب الروسية في أوكرانيا وراء هذا الارتفاع وفي أسعار المواد الغذائية أيضا، مع تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز الروسيين وتعثر الصادرات من أوكرانيا. رفع الهيئة المنظمة للطاقة سقف الأسعار الذي وضعته قبل 3 سنوات لحماية المستهلكين زاد من تكلفة الطاقة بأكثر من $1,000، مع تسجيل أعلى نسبة تضخم تشهد البلاد منذ 40 عاما. من لندن إلى واشنطن، حذر سيناتور راند بول من حصول انهيار مالي في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب المساعدات المقدمة لأوكرانيا. تحدث سيناتور أيضا عن أن التضخم المتفشي لم تشهده البلاد منذ 80s واضطرابات كبيرة في سلسلة التوريد. يجب على الولايات المتحدة أولا أن تجعل اقتصادها موثوقا، وعندها فقط نساعد الدول الأخرى. بيير غانم من واشنطن. بدأ ارتفاع الأسعار في المأكولات وفي السلع وأيضا في أسعار الوقود منذ بدأت الجائحة، ولكن حرب أوكرانيا تسببت بمشكلتين كبيرتين. الأولى هو متابعة الارتفاع في أسعار الوقود بسبب انقطاع النفط الروسي وأيضا بأسعار القمح بشكل خاص، حتى أن سعر القمح ارتفع بنسبة 100%، وهذا انعكس على أسعار الخبز. أما في فرنسا فأوقعت الحرب في أوكرانيا الاقتصاد الفرنسي في مأزق. فادي الدهوك من باريس. أوقعت الحرب في أوكرانيا الاقتصاد الفرنسي في مأزق، مع تسجيل ارتفاعات قياسية في أسعار الطاقة وزيادة بنحو 20% في أسعار بعض واردات السلع الصناعية والمنتجات الزراعية. الزيادة الأكبر في الأسعار طالت قطاع الطاقة، حيث تجاوز سعر لتر البنزين اليوروهين مقارنة مع يورو 40 قبل الحرب في أوكرانيا. بعض السلع الغذائية مثل الدقيق وزيت دوار الشمس والمعكرونة بدأت تفقد من بعض المتاجر نتيجة تهافت المواطنين على شرائها، إما خوفا من انقطاعها أو ارتفاع أسعارها أكثر.